رايك في مباراه المغرب ومصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي فايز ثروت، قناه النهار المصريه. مباراه صعبه، مباراه خارج التوقعات، صعب تحسمها. الاراء رايحه ان المباراه هيحصل فيها تعادل سواء سلبي او ايجابي، ولكن المباراه خططيه تكتيكيه من الطراز الفريد. رينارد النهارده الصبح اجرينا معاه لقاء وحوار، قال لك عندك مدرب عالمي اللي هو مستر هيكتور كوبر، اداء المنتخب المصري اتغير معاه تماما من الكره الحلوه، المهاره، الكره الهجوميه للكره الدفاعيه، التامين اكتر، اللعب على الكرات الطويله، المرتدات، وده طبعا هيتعب المنتخب المغربي بعض الشيء. عكسنا بيحب يلعب كرة على الأرض، في مهارات كتيرة جدا. المنتخب المغربي استعد، تعادل في أول أو خسر في أول لقاء وكسب مباريتين، فمستواه بيعلى تدريجيا. بس في نقطة سلبية، السفر، سفر طويل، أرهق، ملعب أول مرة يلعب عليه عكس المنتخب المصري اللي لعب 3 مباريات عليه، فالكفة صعبة. يعني المباراة صعبة، حتى الصحافة والإعلام في المغرب برضو مباراة بتقول خارج التوقعات. نأمل إن شاء الله تكون فيها روح رياضية، والأفضل هو اللي يكسب ويلعب باسم العرب إن شاء الله في الأدوار النهائية. الشحن الإعلامي الموجود حاليا وكلمة 31 سنة من 1986 حتى الآن، المنتخب المصري لم يفز على الأسود، بتتردد كثيرا في وسائل الإعلام المصرية سواء صحافة سواء إعلام، ولكن نحن إن شاء الله قادرون بإذن الله بالدفع المعنوية، بالروح المعنوية. بمصر 90 مليون بتتابع، واللعيبة عارفة كده، واللعيبة بتتواصل مع الإعلام ومع الجماهير، وفي تشجيع وتحفيز. والمنتخب المصري بيعمل حاجة جميلة بقاله أكتر من سنة، بيعمل فيديوهات تحفيزية للعيبة، بياخد من أسر اللعيبة، من الأطفال، من ولادهم، كل ده بيحفزوهم قبل المباريات. فإن شاء الله يكون ده عامل إيجابي بإذن الله للفوز على الأسود. وهرجع أقول الأفضل هو اللي يصعد.